نكمل المتسابقين وفرح وبيبي جراج. يلا يا فرح، دقيقتين وخلاص. انت عارفه هتعملي ايه خلال 3 سنين، عايزه تكوني فين ومحتاجه ايه علشان توصلي للي انت عايزاه. طيب هفكركم بذا بيبي جراج. هي منصه دعم شامله للاباء والامهات، اساسها سوق الكتروني لتداول منتجات الاطفال جديده او مستعمله، بيع وشراء وتبرع. احنا عايزين نروح فين كمان 3 سنين؟ هدفنا ان احنا في 2025 يبقى معانا 45 مليون دولار ايرادات بشكل اساسي من 1,000,000 معامله تجاريه، ونمكن 16,000 مشروع ناشئ بيبيعوا على المنصه بتاعتنا. هنبدا من مصر ونتوسع للخليج العربي. اخترنا السعوديه وبالفعل حصلنا على الرخصه التجاريه بتاعتنا منها بتزكيه من وزاره الاستثمار السعوديه، وبدانا بخطوات جاده ان احنا يكون لينا وجود فعلي على الارض هناك. طريقتنا عشان نوصل هناك ونبقى موجودين بسرعه ونكبر بسرعه، اعتمدنا في الموديول بتاعنا على حاجه اسمها التجاره الاجتماعيه، وهو ده التطور الجديد بتاع التجاره الالكترونيه. ده سوق في العالم يسوى اكتر من 600 مليار دولار، بيعتمد على ان انا هعتبر كل عضو في المنصه بتاعتي وكل مستخدم يقدر يبيع ويشتري ويبلغ غيره ويقدر يكون جزء من المنظومه حتى لو هو ما عندهوش بضاعه. وهي دي الطريقه بتاعتنا عشان نقدر نكبر بسرعه باقل لوجيستكس وباقل تفاصيل. طلباتنا محتاجه ايه؟ ايوه محتاجه طبعا، محتاجين دعم كبير من مبادرات التنميه الاقتصاديه. يعني طبعا استاذه نيفين جامع كانت عامله المبادره على مستوى 7 سنين اللي فاتوا ان هي بتدعم التنميه الاقتصاديه في مصر، وكان 45% منها رايح للستات. احنا مؤمنين ان الستات هم الفيول بتاع التنميه الاقتصاديه اللي جايه، وعايزين نركز على ده جدا ونهتم ان احنا نعمل اتفاقيات بالشكل ده. وطبعا محتاجين الدعم المالي عشان نكبر بسرعه. حاليا احنا في الدوره الاستثماريه بتاعتنا طالبين 650,000 دولار، احنا وير هاف واي ومعانا مستثمرين بالفعل من الخليج العربي. تمام، يلا يا اساتذه نشوف بقى مين عايز. عدوي عايز تقول حاجه؟ انا الحقيقه عندي سؤالين. السؤال الاولاني، ليه البيع للحاجات الجديده بيريبريزنت 70% من الريفنيو بتاعك، مع ان ده موجود في منصات تانية كبيره قوي وممكن تبقى يعني الكومبيتيشن معاها صعبه؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، على المستعمل ازاي بيبقى فيه اي نوع من انواع الكواليتي كنترول على البرودكت اللي بيتنقل او بيتباع من حد لحد؟ طيب بالنسبه للسؤال الاولاني، الموديول بتاعنا اللي هو التجاره الاجتماعيه او السوشيال كوميرس، الميزه اللي فيه ان هو بيكون فيه سيلكشن او فرايتي من المنتجات اللي مش بالضروره موجوده في اي حته تانية. ليه؟ لان انت بتعتمد على فليت اوف سيلرز بيجيبوا منتجاتهم باشكال مختلفه، وبالتالي بيقدر يوفر للمستهلك انواع مختلفه تماما، مش شرط تكون موجوده على المنصات الكبيره اللي احنا كلنا عارفين اسمها. النسبه 70-30% دي موجوده بالشكل ده لان احنا قدرنا نخلق بزنس لاين جديد، ان احنا نمكن ستات ان هم يفتحوا بزنس خاص من البيت، فبقوا هم كمان الفليت الخاص بتاعنا. ما بقاش ليا يعني القرار الوحيد ان انا اختار استراكشن الموجود عندي، لان هو بقت ديماند وسبلاي. فده ادى لكده، غير ان احنا كنا كمان قلنا برضو في الحلقه اللي فاتت ان طبيعي الام بتنزل تشتري مثلا 10 حاجات، بعد كام شهر في 3 حاجات منهم طبيعي ان هي ما بقتش محتاجاهم، وفي 7 لسه بتستخدمهم. فهي النسبه يمكن تكون شويه منطقيه للاستخدام الفعلي للام لغايه ما تخلص اللايف تايم جيرني بتاعت البرودكت بتاعها كامل، وتبقى فعلا مش محتاجه ال 10 منتجات كلهم. بالنسبه للسؤال الثاني وهو الكواليتي كنترول على نوع المنتجات الفري لافد او المستخدمه، احنا عندنا حاجتين، تو لاينز ماشين. الاولاني اللي احنا بيكون عندنا مفيش فيه اي لايبيلتي على البرودكت، هو مجرد منصه عرض، انت بتقدر تبيع المنتج وانت والحد اللي بيشتري منك مسؤولين مسؤوليه تامه ان انتوا تتواصلوا لدير وتتفقوا على المواصفات اللي انت عارض بيها المنتج بتاعك. اللاين الثاني هو لو انت اخترت المنتج ده واشتريته جديد لاول مره من المنصه بتاعتي، انا بضمن لك ان اكوردنج لكرايتيريا معينه بيحصل له ديبريشيشن على وقت معين، ان مثلا انت اشتريت عربه الاطفال دي ان كمان 12 شهر هيقل ثمنها بنسبه 40% 50% واتفر، بشرط ان انت ترجعها لي بمواصفات معينه. فبيرجع ده بيبقى اسمه ريتيل ستوك بتاعي مره تانية، فاقدر اوفره وانا ضامنه الكواليتي بتاعته 100%. باسل، يعني انا حاسس ان الجزء اللي انت قلتيه على انك هتساعدي المراه اللي قاعده في البيت مثلا اللي عايزه تعمل شويه بزنس، انت بتقوليه كده على استحياء، هل هو فعلا انت سيريس اباوت ات، ولا يعني هو انت بتقوليه بس علشان يبقى فيه اكتذاب اكتر للفكره بتاعتك عند الناس؟ لانك لو انت جاده فيه، وهو طبعا هدف نبيل جدا ورائع جدا،
لو انت جاده فيه هتعمليه ازاي؟ طيب خليني اوضح حاجه، ان احنا مركزين على بيع المنتجات اللي الستات دول بيحطوها عندنا على المنصه. احنا عندنا فريق ذا بيبي جراج يعني من اول اليوم العمل لغايه اخره ما بنعملش حاجه غير ان احنا عايزين نمكن الستات دول، هم احنا شايفينهم قصادنا. ولما بدانا المشروع ده كان هو ده هدفنا الاساسي، عايزين نسهل ونمكن حياه الامهات دي لما هي ولدت واضطرت تسيب وظيفتها وتقعد في البيت. انا عايزه اساعدها، عايزه احسسها ان هي تقدر ترجع تاني ويبقى عندها كارير. وبالفعل احنا لغايه النهارده ممكنين اكتر من 1300 ام بمشروع صغير. انا عندي امهات بداوا باشتراك بسيط جدا على المنصه بتاعتنا، النهارده ما شاء الله الله اكبر عندهم بالثلاث واربع محلات فيزيكال ستورز كبار، براند نيمز كبيره، ولسه مكملين معانا لان هو بالنسبه لهم احنا الفرع الاساسي وهو ده المكان اللي هم بداوا فيه. ده هدف اساسي جدا بالنسبه لنا، هو ده المحور اللي كل حاجه في ذا بيبي جراج بتدور حواليه. انا لما بعمل فيتشر جديده بيكون عشان الستات دي تتمكن، انا لما بعمل برامج تسويقيه وحملات تسويقيه كبيره واقول لهم يلا تعالوا ادخلوا فيها، هو مش عشان المنتجات الريتيل بتاع ذا بيبي جراج، هو عشان منتجات الستات دي، وهو ده اللي هيميزهم ويميزني، لان هم بيجيبوا لي منتجات مش موجوده في اي حته ثانيه. فمش بس عشان انا كويسه وعايز اساعدهم، لا هم كمان مفيدين ليا ولبقيت امهات مصر وبقيت امهات الوطن العربي كمان ان شاء الله. طيب حسن، ليه ما فكرتيش تعملي اعاده تعبئه او رفع كفاءه للمستعمل بحيث ان قيمته تزيد ويبقى في اقبال؟ ان انا النهارده لو شايف عربيه اطفال تم رفع كفاءتها بشكل معين هقدر ان انا اشتريها وانا مبسوط، او لو بالذات في الهدوم لو تم تعقيمها وغسلها وكيها وتغليفها بشكل جديد انا هحس ان انا بشتري حاجه جديده ومش هيبقى فيه على العكس ده المستعمل ممكن يزيد بالشكل ده. جربنا ده، وده الحقيقه كان فيه شويه لوجيستكس زياده محتاجه ان احنا نكبر اكتر من كده بشويه عشان يبقى عندي لوجيستكس. زي الفولفيلمنت سنتر بتاعك لما انت عملتي ثيرد بارتي ممكن ترمي كل الموضوع ده على ثيرد بارتي سبلاير. حاجه ديفينتلي احنا شايفينها ان، وعشان كده جربناها. انا عايزه اروح هناك بس محتاجه الاول زي ما احنا كنا لسه بنتكلم ان 30% دي كده كده anyway يبقى ليها يعني تكبر بشكل اكتر، وابتدي انمي الجزء ده واكبر فيه اكتر، يكون عندي كاش فلو بتاعي يساعدني ان انا اعمل حاجه بالهيفي لوجيستيك زي دي. بس ديفينتلي اي توتالي اجري. وتزودي ثقه المستهلك في المستعمل. طيب تمام، شكرا يا فرح، شكرا بيبي جراج.